شريحة قوامها 7% من الفلسطينيين شبه مغيبة عن مجتمعنا، أبسط الحقوق كالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل محرومون منها، هم ذوي الاحتياجات الخاصة. نناقش واقعهم المعيشي والاقتصادي بين التشريعات المهملة والواقع الضاغط في هذه الحلقة من هنا فلسطين. أهلا بكم، ونبدأ حديثنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الشرائح المستضعفة. طبعا كلمة السر في تطوير مهارات طفل لديه إعاقة تكمن في قبوله من الدائرة الاجتماعية المحيطة به والتعامل معه بإيجابية حتى يتمكن من تجاوز حاجز الإعاقة. نتواجد الآن في جمعية بيت الرجاء في بيت لحم، والمؤسسة على يد السيدة مي اللدعة عام 63. السيدة اللدعة اشتهرت بمقولة أن فقدان البصر لم يفقدها البصيرة، ولهذا أسست بيتا للمكفوفين. ترفع هذه المؤسسة شعار أن الإعاقة لا يمكن أن تلغي غرائز المحبة والاهتمام للأطفال، بل على العكس ينبغي أن تكون عاملا محفزا لتعليم الأطفال. ويؤمن بيت الرجاء حاليا الرعاية اليومية والتعليم المتخصص لأكثر من 30 طفلا وبالغا بإعاقات مختلفة، إضافة إلى مشغل صغير لحفر الخشب وصناعة مكانس القش الذي نتواجد فيه نحن حاليا. أرحب بضيوفي الكرام القسيس جورج عوض، وهو مدير مؤسسة بيت الرجاء هنا في مدينة بيت لحم، والسيد حسن سعد. أهلا بك، وأنت تعمل أيضا هنا في هذا المشغل هنا في بيت الرجاء. دعني أبدأ معك سيد جورج، لو تعطينا نبذة قصيرة عن مؤسسة بيت الرجاء منذ تأسيسها حتى اليوم، وما هي الخدمات التي تقدمها للأطفال والبالغين المنتسبين لديها؟ بيت الرجاء تأسس مثل ما ذكرتي من الأخت كفيفة، هي من القدس مي لدعة، وكانت خاصة تنظر إلى مكان إيوائي للمكفوفين، وهي فعلا نجحت في عملها، وكانت تستأجر بيوت مرات كثيرة لما ابتدأت تقريبا سنة 1963. ولكن حاليا يعني بيت الرجاء هو يملك هذا البناء، وهو ابتدأ مع المكفوفين كانوا يعملوا أشياء كثيرة مثل المكانس، مثل الكراسي القش، مثل النول النسيج، وأشياء كثيرة. بس مع الأسف حاليا لأوضاع خاصة قاهرة، هلأ بيت الرجاء فقط مهتم بالمكانس والفراشي. إذا نحن نتحدث عن موضوع المشغل للخشب والحفر أيضا، ولكن على صعيد الخدمات للمكفوفين هنا في بيت الرجاء، هل هناك تقدم المؤسسة مبيت، التعليم، المسكن، كل هذا؟ نعم، منذ تأسيسها بتوقي كثير من الموجودين يعني، وخاصة المكفوفين. حاليا في عندنا هدول الشباب المكفوفين حوالي 5، هم فعلا 5، وهم كلهم بيناموا هون، وبتقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن وموجودة في البيت. نعم، من أي عام يبدأ انتساب الأطفال وإلى متى يبقون في هذه المؤسسة؟ هل هناك سقف زمني معين؟ نحن بناخذ الأولاد من سن تقريبا 6 أو 7 سنوات لحتى سن 17، هذول من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما فيهم المكفوفين أيضا. المكفوفين لهم فرصة أكثر عندنا، بنحولهم إلى المشغل مشان يتدربوا، وما نعطيهم فرصة أكثر من 17 سنة. أما لما يوصلوا 17 سنة نحن بنحاول نتصل في المؤسسات المشابهة في منطقة بيت لحم. حاليا في عندنا 5 طلاب، 4 شباب وبنت، بيداوموا صباحيا في هذه المؤسسات في بيت لحم وفي بيت سحور، وبيتدربوا على أشياء كثيرة هي طبعا مش موجود عندنا، ولكن هم بيرجعوا بعد الساعة 2 وإحنا مدير بالنا عليهم. المدرسة هي أكثر شيء تعتني في الأولاد المتوسطين الاحتياجات، فبنحاول أن نخليهم يعتمدوا على أنفسهم. في كتير أولاد بيجونا أو بنات مع الأسف بيعرفوش حتى يحملوا المعلقة يأكلوا فيها أو يلبسوا أو يتحمموا، فهذه كمان أشياء متعبة لأهلهم.
نحن هون بنركز على انه الولد او البنت يصير يعتمد على نفسه، بيكون مقبول اكثر حتى في بيته. واحنا عندنا من ناحيه التوظيف كمان بحب اذكر هذا الشيء، بجانب المشغل انه اللي بيشتغلوا فيه مكفوفين، احنا عندنا احدى المعلمات مكفوفه وخريجه جامعه بيت لحم، وهي بتكون في دورها باحسن ما يمكن. سيد حسن، انت متى انتسبت لمؤسسه بيت الرجاء هنا في مدينه بيت لحم؟ ب1/9 تقريبا سنه 65. اذا هي مده طويله يعني. طبعا يعني نتحدث عن اكثر من 50 عام. نعم 51 سنه تقريبا، لاكمل 51 سنه. انت بتشتغل بالمشغل هون؟ نعم صحيح. شو تحكي لنا عن طبيعة عملك هنا في هذا المشغل، ومتى بدأت العمل بشكل أدق؟ صدقيني انا كنت يعني بالاول مسؤول عن المبيعات وعن المحل، يعني كان عندنا محل لإنتاج المشغل لكل انواع الإنتاج، يعني لكل ما ينتجه المشغل طبعا. بالإضافة إلى ذلك كان في خشب زيتون كمان. فأنا كنت مسؤول عن المبيعات تقريبا طوال السنوات الماضية حوالي 22 أو 23 سنة. اليوم ماذا تنتج هنا داخل؟ أنا فيما بعد طبعا تغيرت الأحوال، ولما ظروف هيك تغيرت طبعا أنا نزلت هون على المشغل حتى أني أكون عامل مساعد لهم للشباب اللي بيكونوا أو بيتواجدوا هون من تدريب او حتى يعني حتى في الانتاج كمان انا بساهم في الانتاج. انت بدات عملك كمنتج ومن ثم تطور لتدريب ايضا. طبعا لمكفوفين ايضا هون. نعم صحيح. طيب سيد جورج، دعنا نحكي عن التعاون المشترك المتبادل ما بين مؤسسة الرجاء او بيت الرجاء هنا بشكل خاص والمؤسسات طبعا بحسب خبرتك الشبيهة، التعاون المشترك ما بين هذه المؤسسات والحكومة، هل تلعب الحكومة دورا بدعم هذه المؤسسات ماديا وتلبية حاجاتها وسد حاجياتها ايضا؟ في عندنا 4 شباب وبنت بيروحوا على المؤسسات وكثير بيستفيدوا وبرجعوا لبيت الرجاء كبيتهم كمحلهم وبيستفيدوا من كل الأشياء الموجودة في بيت الرجاء. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة عندها مساعدات نقدرش ننكرها يعني، ولكن نقدر نقول أنها محدودة. سيد حسن، كونك صاحب خبرة، برأيك ما الذي يمكن أن يوفر سواء كان من المجتمع أو من الحكومة الجميع جميعا يعني لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعنا نخص الذكر بالمكفوفين، لتمكينهم أكثر للخروج على المجتمع أكثر؟ يا سيدتي، هو الجيل القديم أو الجيل الجديد، هناك قانون يعني أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا القانون بنص على أنه بالفعل أنه المؤسسات العامة والخاصة تستوعب نسبة 5% لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة سواء مكفوفين أو غير مكفوفين. لكن بكل أسف هذا القانون مجرد يعني بكل أسف يعني مجرد حبر على ورق، يعني ما زي ما بكون ما فيش إمكانية لتطبيقه أو العمل فيه أو حتى لي إنه إذا بدك تناقشي مع ذوي العلاقة ما عندهمش استعداد حتى يتناقشوا فيه. شكرا سيد حسن، دعنا نتوقف عند هذا التقرير. إضافة إلى بيت الرجاء المتواجدون نحن فيه هنا اليوم، هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تأخذ على عاتقها مهنة تسهيل دمج وتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في المجتمع. من بين هذه المؤسسات جمعية نجوم القدس، والتي زارها الزميل بشار صغير وأعد لنا التقرير التالي. رغم تواضع إمكانياتها، تنشط جمعية نجوم القدس لتوفير مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة من المقدسيين، على رأسها انتزاع حقوقهم الصحية والمادية من المستشفيات ومؤسسات التأمين الحكومية الإسرائيلية. جمعية هذه جمعية خيرية غير ربحية تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة في بيت المقدس بشكل عام من جميع المؤسسات. يعني خلينا نقول بده لجنة طبية، لجان بنطلع بنساعده، بنفس الوقت كراسي، عكازات، نقلات. الوضع اللي موجود فيه يعني انه ما بني ادم عنده ذوي احتياجات خاصة او اعاقة او عاطل عن العمل بنسعى انه يتأمل له لقمة العيش من قبل مؤسسة التأمين.
وفق إحصاءات نشرتها جمعيات حقوقية إسرائيلية وأوروبية قبل 3 أعوام، فإن حجم ذوي الاحتياجات الخاصة في شرقي المدينة يبلغ 21%. بال97 حسيت إن أنا عندي إجري مش قادر أمشي عليها، فحصوني وكل شيء، قالوا لي لازم يشوفك دكتور، فهلا بقول له ما دخل أولاني، بقضيها طبعا على التخت. المركز الصحي اللي أنا بتحكم فيه وقف لي الخدمات إنه يبعث لي دكتور أو مساجات، فكان يعني مرافقني لحظة بلحظة الأستاذ عبد نوفل رئيس الجمعية، ما كانش يقطعني نهائيا من كل شيء مساعدة، شو بلزمني مساعدة. احنا حاليا متوجهين على منطقة بيت حنينة، هون تلقينا اتصال هاتفي من جماعة موجودين ببيت حنينة لذوي احتياجات خاصة، فحاليا احنا متوجهين على المنزل تبعهم هون بمنطقة بيت حنينة. لا تنحصر مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في نيل حقوقهم الأساسية، فهم يحتاجون لمساعدات مادية نظرا أن أغلبهم عاطل عن العمل. هم قالوا لنا أنه بطلع له سيارة، بس إذا بدنا نقدم للتأمين لسيارة أنه بدنا ندفع إحنا قسم هم قسم. بصراحة أنا ما عايش إني هذا الوضع اللي أنا فيه هون، بدفع زار دار غالي، بدفع 1200 دولار بالشهر. إذا بتقدروا ساعدونا بكرسي كهرباء كان بها منيح يعني، بعدين إذا بقدروا كمان يساعدونا هون، ما بقدرش صار عنا بدهم منا أشهر. ما بدنا نذكر إنه بس على التأمين الصحي ولا التأمين أي نوعا ما من التأمين، بدنا إنه برضو أهل الخير يساهموا بدعم ومشاركة مبادرة شعبية للشعب الفلسطيني ببيت المقدس. أهلا بكم مجددا، نعود لنكمل حوارنا مع السيد جورج عواد وسيد حسن سعد هنا في مؤسسة بيت الرجاء في مدينة بيت لحم. سيد جورج، ما هي التحديات التي تقف عائقا وحائلا أمام المؤسسات الشبيهة بمؤسسة بيت الرجاء هنا في المجتمع الفلسطيني لتطويرها ودعمها وتمكينها أكثر؟ بصراحة إذا بدي أبدي من بيت الرجاء نفسه، التحديات اللي بلاقيها حاليا اللي هو الأشياء اللي نحن مثلا في حاجة إلها لا نستطيع أن نحصل عليها بكل سهولة. مثلا البيت مسؤولياته كبيرة، بيدفع معاشات، مفروض يكون في عندنا بعض الآلات أو الأشياء الحديثة، عندنا مدرسة في البيت بتدرب الأولاد وبتعلمهم، يعني في أشياء كثيرة كمان ممكن نساعد المكفوفين في التعليم والبرامج التعليمية، فهذه الأشياء كلها مكلفة. طب على ماذا، على من تستندون في دعم المؤسسة اليوم؟ بنستند تقريبا على أصدقاء، على الكنائس في خارج البلاد خاصة، وبنحاول من داخل البلاد في المؤسسات الممكن تساعد، ولكن مع الأسف داخل البلاد بتساعد مرة واحدة بس، من برا إذا نحن بنحصل على مساعدات هي تقريبا بتكون مستمرة أكثر يعني. فهذا كمان مشكلة إنك تطوري أي شيء بدك إمكانيات. شكرا لكما كل من القسيس جورج عوض مدير مؤسسة بيت الرجاء هنا في محافظة بيت لحم، والشكر موصول أيضا لك السيد حسن سعد على هذه الإضافة. فاصل قصير ونعود لنكمل الحوار مع وزير التنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر، فابقوا معنا.